للمادة. ليش؟ لأن هذا الجسم يمتلك تردد مشابه لهذا الجسم. الجسم الأول سلط عليه موجة بتردد مشابه لتردد الطبيعي للجسم الثاني، فالجسم الثاني بدأ يتحرك أو يتناغم مع الجسم الأول. هذا التردد يسموه شنو؟ بالناتشرال فريكوانسي. إذا كان السيستم سكند أوردر، يعني المعادلة اللي توصف الدايناميك مالته هي عبارة عن سكند أوردر، فقيمة السكند الناتشرال فريكوانسي هو جذر القيمة بي بالمعادلة إذا كانت الأي هي عبارة عن صفر. تمام. إيش نقصد بالدامبينج ريشيو؟ الدامبينج ريشيو هو الدامبينج كونستانت سيجما إلى الناتشرال فريكوانسي. سيجما شنو هو؟ هو الجذر، هو الجزء الحقيقي من الجذر الكومبلكس، يسموه بالدامبينج كونستانت. هذا الدامبينج كونستانت يعني إذا قسمت الجزء الحقيقي على شنو؟ على أوميجا ان، فراح يطلع عندك زيتا، هاي يسموها الرمز زيتا اللي هي الدامبينج ريشيو. تمام. شنو الريليشن بين الدامبينج كونستانت والدامبينج ريشيو والنشرة فريكوانسي؟ الأوميجا دي يساوي لنا الأوميجا ان تحت الجذر 1 ماينس زيتا سكوير. التردد الدامب، التردد المخمد، التردد اللي عند الجسم يعني عمليا يشتغل بها، التردد اللي احنا نسميه التردد الطبيعي اللي احنا نسلط المادة، يساوينا التردد الطبيعي للجسم اللي هو خاصية في زاوية خاصة لكل مادة في 1 ماينس زيتا سكوير اللي هي شنو؟ الدامبينج ريشيو مال الجسم. بس احنا عرفنا شنو الدامبينج ريشيو، عرفنا شنو الدامبينج كونستانت، وعرفنا شنو الناتشرال فريكوانسي. احنا بشكل عام اكو جنرال فورم للسكند اوردر سيستم نصل، يعني نستخدم بيها شنو؟ نستخدم بيها الدامبينج ريشيو، نستخدم بيها الناتشرال فريكوانسي. فهذا الشكل العام للمعادله اللي يكون يعني بالكنترول اغلب المصادر تستخدمها، اللي يكون بيها شنو؟ اللي يكون بيها سكند اوردر، لكن سكند اوردر يوصف من خلال الدامبينج ريشيو ويوصف من خلال الاندامب ناتشرال فريكوانسي. واكو عندنا قيمه الجين كي، فهي دايناميك مال اوتبوت ودايناميك مال انبوت، تعطيني علاقه ما بين الدايناميك مال اوتبوت والدايناميك مال انبوت بدلاله شنو؟ بدلاله الدامبينج ريشيو وبدلاله الاندامب ناتشرال فريكوانسي. الشكل العام هذا للمعادله، هذا يعني من المسلمات يعني تحفظه. فاذا كان عندي عباره عن انبوت ار اوف اس، عندي يعني السيستم الدايناميك مالته ينحكم بهاي المعادله اوميجا ان على اس في اس بلس 2 زيتا اوميجا ان. الاوتبوت مالتي اللي هي سي اوف اس، هنا غلطه لا هي سي اوف اس، فيكون عندي الكلوز لوب سيستم بهالحاله. الاوتبوت الواي اوف الواي اوف اس على الاكس اوف اس اذا اخذها يعني سي اوف اس على ار اوف اس، راح شو يساوي لي؟ الاوميجا ان زيرو انيشال كونديشن طبعا، اوميجا ان سكوير على اس سكوير بلس 2 زيتا اوميجا ان اس بلس اوميجا. هذه المعادله اللي هي الكلوز لوب ترانسفير فانكشن المن للسكند اوردر سيستم. هذه تحفظ يعني تحفظها مثل ما احفظ اسمك. هي عبارة عن أوميجا ان سكوير على اس سكوير زائد 2 زيتا أوميجا ان في اس بلس أوميجا ان سكوير. فبعد من المعادلات بالأمثلة بالأسئلة من يجيك يقول لك سكند أوردر سيستم، أنت ماشي عندك سكند أوردر سيستم اللابلاس ترانسفورم مال الأوتبوت على اللابلاس ترانسفورم مال الأنبوت، يعني الترانسفير فانكشن مالته أوميجا ان سكوير على اس سكوير بلس 2 زيتا أوميجا ان اس بلس أوميجا ان سكوير. بس نرجع نفس الموضوع، احنا كان عندنا شنو؟ سكند اوردر سيستم. سكند اوردر سيستم شنو؟ المعادله مال المقام اللي هي كارسترست اكويشن اس سكوير بلس 2 زيتا اوميجا ان بلس اس بي اس عفوا بلس اوميجا ان سكوير، اللي هي هاي المعادله اللي هي الكارسترست اكويشن، اجي احللها الى جذورها. زين، احللها الى جذورها، فراح يطلع عندي انا جذورها بهالحاله. انا احل الجذور مالتها سامي العميد
فيطلع عندي شنو؟ يطلع عندي جذور هاي. هسه هاي جذور معادلة أساسية مالتها. هاي المعادلة الأساسية يمكن أن يكون ذول الجذور اثنيناتهم ريال، يمكن أن يجون الجذور مالتهم كومبلكس. يعني هنا ما محددين السحن، ما قلنا الجذور ريال أو كومبلكس. فهاي المعادلة جنرال. زين، الدامبينج راشيو من اتباق ذول الجذور اثنيناتهم اللي هي هاي المعادلة يعني الأسهل، خلنا نأخذها. هاي الجذر الأول والجذر الثاني ينحكمون بهاي المعادلة. زين، من انباق هاي المعادلة شبيهة عبارة عن part plus هذا الرقم. فمن أباوئل هاي الجذور، هاي الجذر يتحدد ماهيتها ريال أو كومبلكس اعتماداً على شنو؟ اعتماداً على قيمة الزيت. ليش؟ لأن إذا كانت قيمة الزيت تسكوير تحت الجذر أقل من واحد، فراح يصير قيمة أقل ناقص واحد راح يطلع شنو؟ ماينس. ماينس تحت الجذر راح يطلع عندي كومبلكس، فيطلع عندي شنو الجذر؟ فيطلع عندي الجذر عبارة عن جزء بارت ريال بلس شنو؟ جي أوميجا إن، فقيمة إماجينري. إذا كانت قيمة الزيت سكوير أكبر من واحد فراح يطلع عندي شنو؟ الجذور حقيقية. إذن ماهية الجذور، هاي المعادلة النهائية، ماهية الجذور هنا بشكل تنحكم بمن؟ بالدامبينج ريشيو. تنحكم بمن؟ بالدامبينج ريشيو. إذن إذا كانت الجذور، إذا كانت قيمة الزيت أكبر من واحد، فبالتالي الروت مالتنا ريال ديستينكت. إذا كانت القيمة مال زيتة أصغر من واحد، فالجذور مالتنا كومبلكس روت. ما عندنا تدريسي. يا مساحة إذا ما جاي لي. ما جاي لي مساحة. زين، إذا كان الزيتة أكول واحد، فيطلع عن جذور مالتي ريال، ولكن هذا الجذور الريال شبيهم اثنيناتهم متكررين، يعني نفس الجذر. الجذر الأول هو عبارة عن رقم، والجذر الثاني هو نفس الرقم، فيكون الريال and equal يعني مكررات. زين، هسه عرفنا أن الجذور تتحكم بمن بيها، تتحكم قيمة الدامبينج ريشيو. نجي لمن؟ نجي لمن؟ لحالات الزيتة. الرسبونس مالتنا، هسه الرسبونس مالتنا، هسه راح تشوفون اكو تسميات جديده عليكم. اذا كانت قيمه الزيته ما بين صفر وواحد، لكن هي اكبر من صفر واصغر من واحد، يعني تنحصر في قيمه بيناتهم، نسمي هذا الرسبونس بالاندر دامبت رسبونس او الاندر دامبت كيس. اذا كان الزيته قيمتها تساوي واحد، الرسبونس نسميه بالكريتيكالي دامبت. اذا كانت الزيت قيمتها أكبر من واحد نسميه بالأوفر دامبت كيس، وإذا كانت قيمة الزيت تساوي صفر نسميها بالأوسيليشن كيس. تمام؟ فظهرت عندي الأندر دامبت، كريتيكالي دامبت، أوفر دامبت، والأوسيليشن اللي هي القيمة، اعتمادا شنو؟ اعتمادا على قيمة الدامبينج ريشيو. أول وحدة من عندهم اللي هي شنو؟ الحالة إذا كانت قيمة الزيتة ما بين الصفر والواحد اللي هي الأندر دامب كيس. إيش نأخذ وياها؟ نأخذ الحالة الأولى إذا كان الانبوت مالتي ستيب. إذا كان الانبوت ستيب، الجذور مالتي هو عبارة بما أن قيمتها أصغر من واحد، قيمتها أصغر من واحد، إيش قلنا إحنا؟ إذا قيمة زيتة أصغر من واحد راح يطلع عن الروت، شبيهم يطلعون الروت. إذا قيمتها أصغر من واحد راح يطلعون ريال وديستنكت. تمام، فهي عبارة عن ماينس زيتا أوميجا إن. زين، جي أوميجا دي، أوميجا دي محسوبة بهالشكل هذا، حسب لك إياها كأنما هي شنو عندك؟ كومبلكس. تمام، نجي الدور شنو نسوي؟ نعوض هاي القيمة، ناخذ بارشال فراكشن، ناخذ اللابلاس انفيرس البارشال فراكشن. طبعا هي اعتيادية، هي كي 1 كي 2 كي 3. قيمة كي 1 هي عبارة عن واحد، كي 2 قيمتها هذه، وكي 3 قيمتها هذه، وأخذينها اللابلاس انفيرس، فراح تطلع عندي المعادلة النهائية اللي تحكم التايم ريسبونس هي هاي. فشوف معادلتها هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن جزء كوساين، جزء ساين ويتد مضروب في اكسبونينشال ماينس، فهو أيضا ساين وكوساين من جمعات ومضروبات في اكسبونينشال ماينس رقم مع الزمن، فبالتالي راح يصير عبارة عن ساين سودا تتناقص مع الزمن. تمام؟ إذا أخذ الإيرور فانكشن، هاي يسموها الايرور فانكشن، اللي هي الانبوت ناقص الاوتبوت،
الانبوت مالتي انا ستيب والاوتبوت هذه اطرح من عندها ستيب، الستيب تايم شنو؟ واحد. ف واحد ناقص هاي القيمه فصير عندي هذا التيرن بلس هذا، يعني يصير عندي اشاره هنا موجبه، فيطلع عندي هاي معادله الايرور. يعني هذا الايرور اللي راح يستمر عند السيستم كفرق ما بين الاوتبوت والانبوت، وراح تكون عندكم واضحه اذا يعني نوصل للاخير نوصل. الحاله الثانيه اذا كان شنو؟ اذا كان الزيت اكوال زيرو راح يصير اوسيليشن. انا ساختصرت الطريق يعني حتى ما ندوخ يعني بالرياضيات مالتها. فالسي اوف تي هي واحد ماينس كوساين اوميجا تي. اذا اذا كانت اوسيليشن شنو هي؟ هي واحد ناقص كوساين، فهي تبقى كوساين، تبقى ساينسويد. زين اذا كانت كريتيكال دامبت يعني قيمه الزيتا واحد، زين فمن قيمه الزيتا واحد الريسبونس مالتي واحد ماينس اكسبونشال بلس قيمه، فهو عباره عن شنو؟ فهو عباره عن اكسبونشال موجود. لا اخذ ذني ها العفو الاوفر دامب. الاوفر دامب اذا كان الزيتا اكبر من واحد فيكون عباره عن شنو؟ المعادله تظهر عندي عباره عن واحد زائد تيرم اكسبونشيالات، لكن اكسبونشيالات ايش بيهم اثنيناتهم؟ موجبه. فبما ان الاكسبونشيالات اثنيناتهم موجبه يعني انا عندي الاكسبونشيال موجب شنو هو؟ اكسبونشيال موجب يزداد مع الزمن، وبالتالي راح يصبح عندي اكسبونشيال موجب ناقص اكسبونشيال موجب مضروب في تيرم زائد تيرم، فراح يطلع عندي تزايد المعادله. وهنا هذا رسم يوضح لك الحالات الثلاثه. يعني اول شيء يوضح لك هذا السيستم اذا كان عندك ريال روت، يوضح لك هنا اذا كان عندك السيستم اندر دامبت، هنا اذا كان السيستم شوفوا اوسيليتد على واحد، واذا كان السيستم هنا كريتيكالي دامبت. فكل حاله من ذني الحالات رسمت براسم. اكو عندنا سبيسيفيكيشن للتايم ريسبونس. التايم ريسبونس للسيستم اكو عندك سبيسيفيكيشن، هاي السبيسيفيكيشن المن تنحكم للسكند اوردر.